أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا شاب وعندنا في بلادنا جماعات إسلامية كثيرة، منها أنصار السنة المحمدية والجماعة السلفية والتبليغ والدعوة وغيرها، فهل يلزم علي أن ألتزم جماعة معينة أم أني أعبد الله بما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على طريقة السلف الصالح، وأتبع الدليل أينما كان، ولا أتسمى بأي تسمية سوى أني مسلم على طريقة النبي وأصحابه؟ التعاون على البر والتقوى طيب، فإذا وجدت جماعة مستقيمة وعلى منهج سليم فتعاون معها، لأن المسلمين يتعاونون، تعاونوا على البر والتقوى. وخير من نعرف من هذه الجماعات الآن هم أنصار السنة المحمدية، لأنهم على عقيدة صحيحة ويدعون إلى التوحيد وينهون عن الشرك وعن البدع، فهم أحسن الجماعات الموجودة على الساحة الآن. نعم، أحسن الله إليك، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.